معنا زهرة من باقة الطفولة القيروانية، باقة أطفال تونس الحلوين. معايا ريم برقاوي، بنية حلوة تبارك الله، رسامة. صباح الخير. خير. هيا قدم روحك للجمهور. أنا ريم برقاوي، عمري 9 سنين، نقرأ سنة 5. شاركت في معرض الفنون. أنت فنانة تشكيلية ترسم. وشاركت في المعرض اللي نظمه نادي رنيم في قاعة الحليوي في المركب الثقافي أسد ابن الفرات بالقيروان. أيه. وإذاعة الحياة فهم نهارتها كانت معاكم، وأنا وكبت معاكم هاك المعرض الحلو. أنك دخلت شفت اللوحات في بيلي معرض متاع رسامين كبار في العمر، يا أخي طلعوا صغيرات أما كبار في الفن، تبارك الله عليك. بقديش من لوحة شاركت؟ بثلاثة لوحات. مش نهبطوهم، 3 لوحات بعديش في المونتاج، وتراهم في الفيديو، وتراه حضورك المزيان اليوم. عايش. قلت لي قداش عمرك؟ عمري 9 سنين. 9 سنين ورسامة. قداش عندك من لوحة في رصيدك تاو؟ عندي 3 لوحات. 3 لوحات. وعندك مرسم في الدار ولا ترسم في بيتك ولا فين؟ نرسم في بيتي. ترسم في بيتك عادي جدا. وشنو هو المحامل اللي ترسم عليها؟ ترسم على القماش ولا على الورق ولا على الخشب ولا علاش ترسم؟ بالبداية بديت نرسم على الورق، وبعد نقلت على القماش بالأكريليك. بالأكريليك على القماش، يعني بالألوان المائية على القماش. 3 لوحات عندك معناها؟ ألوان الأكريليك. ألوان الأكريليك. نعم باهي. وما زلت تواصل؟ أي ما زلت. أنت أترك الأستاذ زبير دربالة في نادي رنيم. تحية ليه، تحية ليه. شحب تقوله؟ أي ترى نحب نقوله يعيشك، خاطر أطرتني بطريقة جيدة ونميت فيا الموهبة هذه، وحسيت روحي هكا كل مرة نحس أكلي. كل الحصة ذيك نقعد نستناها بفارغ الصبر، خاطر كل مرة نستفيد منها حاجة. ما شاء الله. حيك. ما شاء الله. وتحية لك انت زدت، خاطر اللي يتكلم كيفك بالطليق المزيانة هذه اكيد فنان في الكلام وفنان في الرسم. هكا شفت انا لوحاتك توا عدهم لي توا، معناها الفريق التقني محليهم. هكا ترسم باللون الاسود ده. ترسم بقلم رصاص وبستيلو وبالالوان وهذيك على ورق اللي نشوف فيها احنا توا. يعطيك الصحة. هو مزيانة، معناها مشروع رسامة كبيرة. قداش مش تزيدنا لوحات اخرين؟ هاي وقتاش ترجع لي مره اخرى؟ طبعا انت عندك 3 لوحات، عندهمش اسماء اللوحات نتاعك؟ اي. هاي سميهم لي. عندي اول لوحه عملتها تقاسيم. تقاسيم، اسمعي سيدي. اي. وثاني لوحه عملتها سكون. سكون. وثالث لوحه مسار. مسار. شكون يعاون فيك على اسماء؟ مسيو زبير هو زيد عطاني اسامي. اي. وامي زيد تعطيني في الاسامي هك. تو رجعنا لماما. اوبا، ها واحدنا والدك في الكواليس. شكون اكثر واحد فاهم يشجع فيك والاثنين بنفس الدرجه؟ هما الاثنين، كل واحد ديما يشجعني. امي قبل كانت ترسم. اي. فهي زادت ديما تشجعني على الرسم. ما عادش ترسم توا؟ لا عندها شويه هي. أي. يعني تحب الرسم. رغبها هي ترغب فيك وتشجع فيك وانت رجعها للرسم. وبابا ديما زادة يشجعنا. أي. ديما الحاجة اللي نخرطوا فيها هو ديما يكون فيها معانا. ربي فضله. يعيشك. نوجه له تحية ونوجه الأمي زادة تحية. تحية كبيرة. عالم الرسم المزيانة ذي، يعني تحس براحة وقت اللي تمارس الرسم؟ أي. تشتاق للرسم؟ نشتاق الحصة متاع الرسم. الرسم نقعد نستنى فيها برشا. قديش من مرة في الأسبوع أنت تعمل حصة رسم؟ لا مرة برك. مرة بركة؟ نهار لحد. نهار لحد ساعتين تعملها؟ قديش؟ هكيك. ساعتين أكثر شوية؟ ساعتين. ساعتين. تبقى تستنى في حصة الرسم يعني بفارغ الصبر. ما شاء الله، هذا غرام كبير، هذا غرام كبير باش يعطينا رسامة كبيرة كبيرة كبيرة. يعيشك. ريئام باش تكون إن شاء الله اسم نجم يسطع في سماء الفن والابداع. عايش. القرايه اكيد ماشيه، ما فيش حتى لا شيء. لا ها ها. مريقله. اي. معدل الهوايه حاجه والقرايه حاجه. هي تبارك الله على بنتي ولا شيء مزيان برشا. الى جانب هوايه الفنون التشكيليه هوايه الرسم، عندك هوايه اخرى؟ عندي هوايه، نحب التمثيل، نحب التنشيط الاذاعي. زاده. أيه. يا سيدي هبوك يسمع فينا، تحب التنشيط الاذاعي تو ناخذك معايا مره تعمل معايا فقره به. يعيشك ان شاء الله. ومارست قبل رياضه التنس والجمناستيك. ما شاء الله.
يعني انت متعدده المواهب. تفضل تفضل. ونحب زيد الموسيقى. الموسيقى قبل عملت على البيانو. البيانو وبطلت من الموسيقى؟ بطلت من الموسيقى ولا ما زلت؟ عندي نحب. انا عندك آلة على مكيكا في الدار ولا لا؟ انت عملت في الكونسيرفاتوار. اي في القروان هنا. اي ممتاز جدا. فيرانيم زيدا. فيرانيم زيدا. وشكون المؤثر نتاعك؟ سي علي. اي سي علي الدرباله. تحيه. وجه له تحيه زيدا. تحيه كبيره برشا برشا برشا. ايش تحب تقول لاصحابك اللي ماهمش يمارسوا في هوايه من الهوايات، يعني مكتفين بالقرايه فقط، ما تحب تقول لهم؟ نحب نقول لهم راهو القرايه اي باهيه، لكنك تجي هكا تويتي باش كل واحد يخرج المخزون والطاقه اللي عنده، يعني باش حتى يحس روحه يتفرهد، يحس روحه ماله. يعطيك الصحة. يعني العلم مطلوب لا محالة، القراية مطلوبة، ولكن الهواية مطلوبة أيضا، وخاصة الفنون. وعنا عنا تربيات في المدرسة، عنا التربية الموسيقية، وعنا التربية المسرحية، وعنا التربية التشكيلية، ويعني وعنا التربية التقنية أيضا. وانت قلت لي نحب الإذاعة، تحب تولي مذيعة ولا شنو؟ أنا نحب التمثيل، يعني نحب نظهر على التلفزة. نعملو تحب تظهر على التلفزة. بي برش. ونحب زيدا نحب نكون مذيعة، نحب نكون مع الصغار ساعات. ان شاء الله تنعملوا مشروع احنا اذاعه الحياه فهم. الاستاذه امن ابو خيطه موافقتك من خلال ملامحها، وفرحانه بيك انت تتكلم وهي تبارك الله، معناها خاطر تحب الصغار برشا وتشجع الصغيرات برشا. ان شاء الله تنعملوا برنامج مع بعضنا. ايش بيها؟ علاش ليه تجي حذايا؟ تجي حذايا مره لله، تجي حذايا مره وتقدم لي فقره اذاعيه. اي ها وعد شرف، معناها نقعدك من توا بعد ما نكمل الفقره معاك تو نتحدثوا وناخذوا موعد مع بعضنا، وتجي حذايا في اطفال الحياه كل نهار حد من العشرة الماضي ساعه، وانت تتوجه بحاجه ايش تحب تقدم ونعطوك فرصه، نعطوك فرصه في اذاعه الحياه فهم. هي اذاعتكم اذاعه الاطفال، نهار الحد نتاعك من صبحيه لحد في اذاعه الحياه فهم الكلها للاطفال. تبارك الله. يعيشكم. عملت قلت لي معرض في دار الثقافة، في مدرستك عرضتش لوحاتك ولا في تعملوا معارض أخرى ولا شاركت معرض واحد؟ لا شاركت في معرض واحد. وعندكم برنامج أنا في بالي، كلمني سي زبير ويحضر في معرض ثاني. إن شاء الله. مال زيدينا على ثلاثة لوحات، المرفات تشارك بنفس اللوحات، المرجين نحبك تشارك بلوحات أخرى. أيه ديجا أنا عندي يعني بديت في لوحة جديدة. إيه. لكن ما خلطتش يعني باش نكملها للاسف. في عقلك خليها معناها تاخذ وقتها، تاخذ عمرها الطبيعي ونموها الطبيعي. تكون مزيانه هكا حاجه. تكون مزيانه كيفك والله مزيانه. عايشك هي عايش. اكيد انا متاكد باش تكون مزيانه برشا برشا برشا. تبارك الله. هذه احلامك الفنيه واحلامك في الحياه، يعني تكبر تحب فين تحب توصل؟ رسمتش هدف. كي نحب نكبر نحب نولي يا طبيبه يا مهندس. يا طبيبة يا مهندسة، وتونس محتاجة للأطباء والمهندسين. تبارك الله تونس خرجت من أفضل 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 القامات في العلم في الطب. تعرف ثم طب توانسة توا في باريس وفي أمريكا وفي ألمانيا، أروقة كاملة وأقسام كاملة متسمية بأسمائهم باسم تونسي حلو. يعني التوانسة عاملين تبارك الله ضجة كبيرة، عاملين حضور بهي للغاية للغاية. كمل الطموح نتاعك، نهجك للوصول إلى هذا الطموح هو المدرسة، القراية، الاحترام، احترام المدرسة، احترام المعلم، التعلق بالعلم، حسن الأخلاق وتنظيم الوقت، وإنسان يعمل هالمعادلة المزيانة اللي تعملي فيها أنت كونك أسبوع كامل قراية وعندك أسبوعتين تفرهيدة كبيرة برشا في نادي رنيم للفنون التشكيلية مع صديقنا الأستاذ زبير دربيرة بفضله. تحية ليه كبيرة برشا برشا. احنا كل نهار جمعة عندنا حضور للفنون التشكيلية وعندنا حضور للفنون لفن الموسيقى وفن الغناء. باش تبقى تتابع معانا الفقرة فقرة إذاعة حياة الفن. ونختموا بكلمة الختام، باش تحب تقول أي هاك أنت في الإذاعة توا كل كاسك وكل الصورة المزيانة، باش تحب تقول كلمة الختام؟ نحب نشكر أمي وبابا. أي ما شاء الله. ونقدم لهم تحية كبيرة برشا. أي. ونحب نشكر زيدا كل من أطرني وخاصة مسيو زبير. حييه زيدا. تحية كبيرة. ونحب نقول الصغيرات اللي كيفي يتبعوا الحلم نتاعهم، وكان عندهم موهبة
لازم يأطروها من عند أشخاص يعني يعرفوا باش الموهبة متاحهم تكبر معاهم. يعني الفقرة اللي قدمتها توا أنت هي فقرة إذاعية، أنت توا دخلتي في عالم الإعلام ودخلتي في عالم الإذاعة وديجا قدمتي لنا فقرة مزيانة برشا برشا. الكلام تكلم عن لسان طليق وحضور وثقة بالنفس، أتمكن عليك نعقد معك الصيلة وتولي تجي حذايا نهار لحد وتنعملك فقرة صغيرة فهمني، تحضر هالي وتتابع أخبارنا وتتابع نشاط الإذاعة وتسمعنا مليح، وأحنا سنكون لك يعني في مرافقة مزيانة برشا برشا من أجل يعني بهذه الخطى الراسخة نحو تحقيق الأحلام الجميلة. ما أحلاهم صغارنا، ما أحلاكم، متبركل عليك، تكلم في كلام موزون وكلام مرتوب وكلام أحلو برشا. هذهم أولادنا، أولادنا هم يلعبون ويقرؤون ويبدعون ويحلمون. هذا هو طفل الحياة، طفل الحياة هو الطفل الحالم والذي يعني يسلك نهجا قويما نحو تحقيق هذا الحلم الراقي. شكرا جزيلا، نورتينا اليوم. اذا ان شاء الله في فرصة اخرى ترجع حذيرة وتمدي باخبارك ديما، كل ما يكتمل المولود الجديد يعني اللوحة الجديدة تكلمني تقول لي راني ساي لوحتي حضرت وتعطينا اسمها، وستكون لنا معك لقاءات اخرى. مستمعينا الكرام، هذه اجواءنا، هذه اجواءنا في اذاعة الحياة فهم مع الاطفال، اطفال الحياة. فاصل ثم نواصل. عدنا مستمعينا الكرام الى استديوهات اذاعة الحياة فهم في هذه الاسبوحة، الاسبوحة الرائعة، اسبوحة الجمال، اسبوحة الفن، اسبوحة الرقي مع اطفالنا، فخرة بلادنا، اولادنا فخرة بلادنا، اولادنا وبناتنا بالطبيعة. معايا ياسين بولجفان ومعايا ايناس بولجفان، هما اخوة جاءوا من الكونسيرفاتوار من المعهد الجهوي للموسيقى بالقيروان، واليوم فن الاوتار والانامل الموحية الراقية. ياسين صباح الخير. صباح الخير. شي حوالك؟ الحمد لله لاباس. انت جيت انت واختك، انت وايناس. جيت انا واختي. انتم تنشطوا مع بعضك؟ اي بالطبيعة، دخلنا مع بعضنا الموسيقى وكل شيء. انا حكيت 6 سنين توا في الكونسيرفاتوار. اي بدينا معناها كي اكتشف فينا بابا الهواية متاعنا. اي نعم. احنا في معناها في عائلتنا الموسيقى وكل شيء. اكتشف فينا الموهبة وكل شيء ودخلنا من الصغر. المعهد الجهوي للموسيقى بالقيروان، تحية لمديرة الأستاذ حميد الحليوي، ويبدو أنك أنت تتدرب مع الأستاذ رياض العلاني. أي تحية لسي رياض العلاني، رياض عبد العزيز العلاني كما يصره على الاسم الثلاثي. نقول له تحية ليك وبارك الله فيك، وشكرا لكل أساتذة الموسيقى ولكل المربين الذين يؤطرون أبنائنا وبناتنا في مختلف الفنون. اليوم يوم العزف، يوم الأنامل والأوتار، شو المقترح دول مش تقترحوه علينا؟ أول حاجة باش نبدأو غنية غربية اللي هي The Good Father. The Good Father، يلا بينا. The Good Father، ياسين بولجفان وإيناس بولجفان، يلا بينا. The Good Father. Thank you.
ممتاز جدا، ممتاز جدا، رائع جدا. اذا هذه هي اجواءنا، اجواءنا في اذاعه الحياه فاما مع العزف. ما اذا ذا جود فادر، تحيه للاباء، تحيه للامهات، تحيه للمربين اللي هما ابائنا ايضا، تحيه لكم انتم تمارسوا في فن الموسيقى وهو من ارقى الفنون. اكيد هذا كان عنده انعكاس كبير على حياتكم، على توازنكم النفسي وعلى قرايتكم زاده، ما فيش حتى شك. شنو المقترح الثاني؟ شنو المقترح الثاني ياسين؟ عن بارفان جيتان. بارفان؟ بارفان دو جيتان. دو جيتان. يلا بينا بارفان دو جيتان. نعم تفضل. تفضل. اي اي ميسيرش باهي. اذا نخرجوا فاصل، فاصل غنائي قصير في انتظار التسوية التقنية للآلة، وبعدها نعود الى الاستوديو لنواصل مع ياسين وإيناس بولاجفان. زهرة الحياة، وعنا زهرات، عنا زهور، عنا باقة فيحاء من أبنائنا وبناتنا حضروا معنا اليوم في استوديو الحياة فام في فقرة أطفال الحياة. تبركل عليهم ياسين بولاجفان وإناس بولاجفان، أخوان من المعهد الجهوي للموسيقى بالقيروان، كانوا قدموا لنا معزوفة الأولى ومش نمشي، وتوا ياسين مع المعزوفة الثانية اللي هي بارفان دو جيتان، مع بارفان دو جيتان بأنامل ياسين وإناس بولاجفان. يلا بينا. بارفان دو جيتان، يعني العطر تحول مسموعا، مسموعا في مشهد سمعي رائع جدا، وفي عزف ثنائي من لدن الاخوين ياسين وإناس بولاجفان. روعه روعه، كوكتيل حلو برشا، قطعه رائعه، دقه، مهاره. قداش عندك في الكونسيرفاتوار؟ ست سنين. وقدمت عروض، شاركت في عروض. قدمنا، شاركت انا في اول مهرجان الجيتار في دار الثقافة. شاركنا باسم الكونسيرفاتوار زادة في دار الثقافة عروض قبل. شاركنا دنيير مون في عرض في الفسقية اللي تعمل اخر عرض. ممتاز. شاركنا فيه بتبيع باسم الكونسيرفاتوار. برسك ذك ما هما.
بارك الله ما شاء الله ما شاء الله. وبالنسبة في الأنشطة المدرسية في المهرجان الجهوي للموسيقى المدرسية اللي تنظموا المندوبية الجهوية للتربية بالقيروان شاركتوش مرة؟ نعم أي إن شاء الله إن شاء الله يصير المهرجان الجهوي وتتنافس المؤسسات التربوية والمؤسسات الثقافية الموسيقية يتنافسوا من أجل إعلاء هذا المشهد السمعي والارتقاء بالذائقة. تبارك الله القروان حافلة بولادها وبناتها، شوف انت نهار لحد هك الالات الموسيقيه في الشوارع والانهج والناس تتنقل بالالات، حاجه مزيانه، مشهد مزيان برشا. ما كبار الموسيقيين كانوا من القروان، كبار الموسيقيين كانوا من القروان، ثريا ونقاتي وسلاف وهلما جرا، يعني اسماء كبيره اثرت المشهد الفني الغنائي الموسيقي. سي بشير السالمي في يعني المايسترو بشير السالمي في الكمانجا، عندنا اسماء كبيره برشا، اولادنا اللي في القروان تو تبارك الله، يعني جوائز كبيره قاعد تحصد فيها الفرق الانشاديه والفرق الموسيقيه في القروان وفي مختلف الفنون الاخرى. انا نشجعكم تشجيع كبير برشا برشا، تواصلوا وكل ما ثم جديد تتصلوا بنا، واذاعه الحياه هي فضاء، فضاء لهذه الابداعات. اش مازال عندي ظل، مازالت فقره اخرى حضرتها نو؟ مازالت اش مازال؟ وترن وتر هات الوتر يا سيدي، الوتر على الأوتار، ونسمعوا ياسين وإناس بو لجفن. جدا غاية الروعة والجمال يا جبتونا جادك الغيث، إذا الغيث هما يا زمان الوصل في الأندلسي لم يكن وصلك إلا حلما في الكرى أو خلصة المختلسي. فجأتني بالمعزوفة المزيانة هذه، فجأتني حقيقة، يعطيكم الصحة، روعة 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 إن شاء الله. والله نحب نراكم في عروض يعني تحتاج، يعني عندنا الفضاءات الثقافية موجودة، والكونسيرفاتوار أنا نقترح على المدام حميدة الحليبي إن شاء الله تكون ثم حفلة دورية ثلاثية على سبيل الذكر كل ثلاث شهور،
والمؤسسات التربوية تقيم حفلات وتحتاج حضوركم، تحتاج حضوركم باش تأثوا يعني الفضاءات المدرسية بهذه الأنشطة. يعني كانت قبل الحفلات المدرسية يعد لها طيلة أشهر، ويكون الحفل في نهاية كل ثلاثي وحفل في ختام العام الدراسي. أكيد المعهد الجاي للموسيقى فيها جاو حضروا برشا من المعهد الجاي للموسيقى من العازفين والعازفات، تبارك الله عليكم ما شاء الله، ثنائي رائع جدا. نحب نشجعكم، نحب نتمنى لكم يعني مستقبل كبير كبير كبير، وليس هذا بعزيز ولا غريب إن شاء الله. واللي سمعت أنا اليوم هذا يخلي سقف الحلم يعلو وأفاق الأحلام تتسع اتساعا كبيرا من أجل لحظة الجمال التي تحدثونها بأناملكم، بأوتاركم، بآلاتكم، بأنفسكم، بأرواحكم الحالمة. عايش. إن شاء الله نشوفكم في أعلى المراتب. إن شاء الله. ونتواصلوا. نجدد شكري لك ياسين وإناس بولجفان. شكر لوالديكم اللي شجعوا فيكم، ما فيش بتبيع. حتى شك هذا. بتبيع. شكرا لأساتذتكم اللي أطروا فيكم في المعهد الجهوي للموسيقى. شكرا لسي رياض عبد العزيز العلاني، الراجل الطيب اللائق الوطني الغيور اللي يحب الموسيقى برشا، يحب وليداته برشا. وشكر المدام حميد الحليوي وكل السادة أساتذة الموسيقى الذين يؤطرونكم في المعهد الجهوي للموسيقى بالقيروان. هذه أجواءنا مستمعينا الكرام، وصلنا ل 11:14 دقيقة، مازلنا مواصلين معاكم، نخرجوا فاصل غنائي، ابقوا معنا عائدون. حياة وزهرة هذه الفقرة من هذه الأسبوع الرائع، أسبوعة الأطفال، أسبوعة الإبداع، أسبوعة الأحلام، أسبوعة الحياة الرائقة التي تذوع فنا جميلا. معنا في الفنون التشكيلية المتميزة مريم الرمضاني. صباح الخير مريم. صباح الخير. شو أحوالك؟ الحمد لله. مرحبا بك في هذه الأسبوع في أروقة إذاعة الحياة الفن من القيروان، الإذاعة المختصة في الصحة، الصحة في مفهوم الرفاه، وما دمت فنانة فأنت في سياق هذا الرفاه الجميل. مريم الرمضاني من نادي رنيم للفنون التشكيلية بالقيروان بتأطير الأستاذ الرائع زبير دربال، نشكره شكر كبير برشا على يقدم فيه الأطفال، يقدم فيه القروان، يقدم فيه للفن. وكنت عملت معرض فنون تشكيلية في قاعة الحليوي بالمركب الثقافي سد من الفرات. أنت شاركت ولا؟ أي شاركت. قديش من لوحة؟ أربع لوحات. تبارك الله حصاد به. وشو رصيدك في اللوحات؟ قديش عندك من لوحة؟ حاليا عندي 4 وعندي واحدة ما زلت ناقصة شوية كهو. حاولت اني كن نجيبها اما ما كفنيش الوقت. بصدد الانجاز خليها تنمو نمو طبيعي، خليها في وقتها في فصلها. يعطيك الصحة، يعطيك الصحة. قولي شنو هو التقنيات اللي تخدم بها؟ ملول بديت على ورق، وبعديك خدمت على القماش بالأكريليك. بالأكريليك على القماش. أي. واللوحات متاعك تسميها بتعطيهم أسماء. أي. سمي لي لوحات. لوحة لولا الغروب. هكا باش نشوفوهم على الموجودين إن شاء الله بعد ما يهبط الفيديو نشوفوهم اللوحات هذوما. الغروب و أي. أمل. أمل. والثالثة ضفاف. ضفاف. والرابعة بوابة. بوابة ذي اللي بصدد الإنجاز. بوابة. لا. أنا هي اللي مازلت ما سميتهاش. مازلت ما سميتهاش. نحضروا لها اسم لله ونجتهدوا في الأسماء. مع شكون تتشاور كيف تحب تسمي لوحتك؟ مع مسيو زبير. مع مسيو زبير. يناقش شكون تختاروا. تبارك الله شوفي لوحات مزيانة برشا على القماش، يعني اللي يشوفهم يقول رسامين كبار في العمر عندهم تجربة كبيرة راسخة، لكن أنتم كبار في فنكم وصغار في أعمالكم. قداش عمرك؟ 14 سنة. وفي باب الرسم تبارك الله ما شاء الله المعرض كان معرض مزيان برشا، يعني اللي ما يشوفش الأطفال وقتها يقول هذا معرض متاع رسامين أقدامهم راسخة في الفنون التشكيلية، حاجة مزيانة برشا برشا. قداش من ساعة في الأسبوع تعمل تدريبات؟ ساعتين في الأسبوع. أي. نهار الأحد؟ لا، نهار الجمعة. نهار الجمعة. وتبقى تستنى في الساعتين هذوما؟ اي. تبقى في شوق. ايش حقق لك ممارسة فن الرسم؟ ايش حقق لك في حياتك؟ يعني شنو جانب المتعة والشعور اللي تشعريه وانت في هذا العالم الجميل، عالم الرسم، عالم الفن الراقي، عالم الفعل الانساني العالي، عالي المقام وعالي الدلالة؟ نحس براحة نفسية. راحة نفسية. استرخاء كده، بدا
نخدم في التابلوات متاعي نحس اللي انا باش نعمل انجاز هكا يعني باش نتقدم باش نتطور باش نحقق حلم كان ما كنتش نتوقع اني باش نحققه اني معناها تخلقي عالم جميل وكأنك انت تتخيلي عالم وهذا العالم يعني تجسدينه هو بالالوان والاشكال على القماش ولا على المحامل الاخرى سواء كان الورق ولا الخشب ولا غيره. معناها حينما تنجزين عملا فنيا في الفن التشكيلي وقت لي ترسم لوحة وتكملها تحس بروحك عملت إنجاز مزيان. أي. هك والثم أفكار في اللوحات متاعك تعالجي أفكار. أي. مثال شنو الفكرة اللي مثلا تسمي لي لوحة وتقول لي شنو الفكرة اللي تعبر عليها مثال. مثلا اللوحة الأخرانية بوابة. أي. يعني. تحكي يعني ما أقول على لازم الإنسان حياة هي مجموعة من الأبواب. لازمنا نقتحموها باش نوصل الهدف اللي نحبو نوصلو له. معناها الابواب هذوكم هما السبيل يعني اللي باش تدخل به الحلم نتاعك وتحققه. طريق الى تحقيق الاحلام. طريق من تحقيق الاحلام. ومثلا لوحة ثانية امل سميتها. استعملت فيها الوان مضيئة. تعطي جميل فرحة نوع من الأمل للإنسان بفضل الألوان المضيئة لعب بالألوان فيها حسب الضوء يعني حسب تغير الضوء والأولى عملت غروب غروب تحكي على غروب الشمس استعملت فيها الألوان الحارة واللعب بالألوان في الغروب الألوان والأضواء تلعب على الضوء ألعب على الضوء. قولي في التكوين متاعكم في نادي رنين تمارسوا في الورشة ترسموا لوحات وتقنيات الرسم وغيرها ولا ثم تكوين نظري على تاريخ الفن التشكيلي أبرز الفنانين أبرز المدارس ولا ما زلت؟ لا ما زلنا ما زلت هذه رسالة لسي زبير باش تكون ثم ثقافة 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 في الفن التشكيلي في تاريخ الفنون عامة وتاريخ الفن التشكيلي بصفة خاصة ومدارس الفن التشكيلي وكل مدرسة شنية خصائصها وشنية تقنياتها السوريالية وغيرها والواقعية ثقافة ثقافة كبيرة برشا انت فين قسم تقرأ؟ نوفيام نوفيام ما زلت في المرحلة الثانوية عندكم محاور في مادة العربية باش تطرقوا فيها للصورة ثم محور معناها الصورة والفن التشكيلي وعندكم انتم في محور الفنون زاد بالنسبة للسنة التاسعة ثم لوحات وثم نصوص مزيانة أيضا في النقد التشكيلي وفي القيروان عرفت أعلام كبار في الفن التشكيلي وثم رسامين كبار برشا كما بول كيلي اللي جاء القروان ورسم ولعب على الأضواء برشا شيء مزيان كسي سيلمي من غادي يشاركني الرأي وعنده ثقافة زادة تشكيلية كبيرة أكيد الأستاذة آمنة نورتينا نورتينا تحب تقول الرسالة تحب تبلغها وأنت طفلة يعني حالمة وحلمك يكبر مع لوحاتك ومع فنك مع ألوانك مع لعبة الأضواء ولعبة الألوان ولعبة الأشكال ايش تحب تقول يعني الرسالة هذه هي رسالة نبيلة في غاية النبل لمحالة شنو انعكاسها على حالتك النفسية وعلى توازناتك يعني تعطيني راحة نفسية تخلي الإنسان يرتاح لازم العبد يكون عنده هواية لازم ما يخليهاش في يعني انه جست اللي هي هواية كهو لازم يطور من نفسه فيها يحقق حلم فيها ما دام هو هواها لازم يحاول ويجتهد انه يوصل بها الحاجة بها والكل لازم حتى صغير ما يعني يخلي هوايته عنده لازم انه يطور منها وينشرها عبر العالم باش تعرف العباد ان الهوايات حاجه باهيه والفن حاجه باهيه رساله كبيره برشا انت تعرف اللي الفن التشكيلي هو لغه عالميه يفهمها الجميع مش كيما الروايه ولا القصه لازم يكون باللونجلي تعرف اللونجلي ولا بالروسيه تعرف الروسيه لا الفن التشكيلي كي ترسم لوحه يقراها الناس الكل في العالم اذا كان اللغه الموحده اللغه الفنيه الموحده ولا نورتينا يا مريم انا نشجعك تشجيع كبير برشا باش تواصل العناية في الباب هذا في ممارسة فنك في ممارسة هوايتك باش تحقق التوازن النفسي اللي حكيت لي عليه والشوق الكبير تبقي تستني ساعتين في المرسم في ورشة الرسم واكيد هذه منعكسة على نتائجك المدرسية ما فيش حتى شك
نتائجك المدرسيه كي راهي مزيانه. اي مريقبه. ما فيش حتى شك، انا كل اللي يجوني للاستوديو بالنسبه الى اطفالنا الفنانين المبدعين كي نسالهم على القرايه يقولوا لي الامور مريقله. انا نعرف جيدا اثر ممارسه الفنون والهوايات على الاكتساب المعرفي على القرايه. المنظم هي تحتاج نظام، تحتاج توازنات، ترشيد للاوقات الحره. نعرف نعملوا حاجه مزيانه كما اللي تعمل فيه انت ممارسه الفن، وان شاء الله ان شاء الله ترجع لنا في مناسبه اخرى وقد انضافت الى رصيدك لوحات تشكيليه اخرى باسماء مزيانه معبره فيها محتوى، وان شاء الله نشوفوكم في معرض اخر. هو السي زبير قال لي راه مش نعمل معرض ثاني في المركب الثقافي سد من الفرات، تبرز فيه لوحاتكم جديده واعمالكم جديده. المرفات واكبتكم اذاعه الحياه فهم وعملت تقرير على المعرض نتاعكم، ان شاء الله نواكبوكم ونواكبوا اعمالكم ديما والى الامام، وان شاء الله يوفقك وان شاء الله تكبر احلامك معاك وتتحقق شيئا فشيئا عبر هذه الطريقه الرائعه، طريق الفنون وطريق المدرسه. عايشك. على شكون تحب تسلم؟ على شكون تحب تشكر في النهايه؟ نشكر مسيو زبير. اي تحيه كبيره لي. على خاطر دعمني برشا. اي. ونشكر ما. اي ربي يفضلها. زيدا هي شجعتني. ونحب. حب نشكر با، هو صحيح ميت اما هو اول شخص شخص دفعني اني ان نمشي يعني نمشي نقرا ديسا ونطور من روحي، وكان حلمه هو يراني اني انا نعمل تبويت ويعني نمشي الاذاعه والكل. هديه كبيره لروحه، هذه هديه كبيره الى روحه رحمه الله. عايشك. وان شاء الله نشوفك يا مريم، نشوفك في اعلى المراتب، وانا مش نبقى نواكب معاك مسيره النجاح، وأنت ناجحة وقادرة وراسخة، وهذا الوفاء الجميل سيوصلك إلى القمة المقدسة، قمة الامتياز، وتكوني نجم في هذا العالم الجميل. المولى عز وجل هو يعني يبتلينا، ونحن نحمد الله ونشكره على قضائه وأحكامه. ومحليك وتبارك الله عليك، ومش تكون لي معك فرصة أخرى ثانية أكيدة جدا، نأكد لك فرصة ثانية، وربما أنا نزوركم في المرصد نتاعكم ونعمل ريبورتاج. إذاعة فريق إذاعة حياة فهم يجي يعمل تقرير باهي، وإن شاء الله نفرح بيك في النوفيام. عايشك. إن شاء الله نفرح بيك في النوفيام ونتبعك حتى للبكالوريا. قل لي شنو هي حلمك الكبير في الاخر بالقرايه، فين تحب توصل؟ نوصل نخدم طبيبه جراحه. اي تبددين الام الناس وتضيفين الى هذا الوطن الجميل، ويهبط اسمك في قائمه الاطباء المتميزين في العالم، وتخبر عليك التلفزات والاذاعات ويحاوروك ونفرحوا بيك. والمراه التونسيه هي فاعله، هي مفكرة، هي عالمة، هي مبدعة، أعطت الإضافات الكبيرة. نأخذ في الرياضة أنس جابر، وعن القائمة طويلة في العالمات والمبدعات التونسيات. أنا فرحان برشا بحضورك يا مريم، ونعتبر لقائنا اليوم عقد بيني وبينك على تحقيق التميز في الدراسة والعلم والفن، هذا أكيد ومش غريب عليك. ونحس أنا كون العقد هذا سنتمم بنوده بندا بتلك الخطوات الراسخه والانفس الحالمه. هذه الحياه مزيانه، وانت مش تكوني نجمه من النجمات في سماء تونس الرائعه، في سماء الفن والعلم. ربي مريم تحيه كبيره 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 المريم رمضان، ربي فضلها، ربي خلاها، تحيتك وصلت لستاتك، وصلت الماما، ربي فضلها، تسلمنا عليها ويعطيها الصحه في اللي تعمل فيه معاك. وأنت يقيني أنك بالغة قمة الحلم بحول الله. عايشك. نورتينا برشا. ربي يخليك. وإذا الحياة فما لذمة الأطفال يوم الأحد، هذه المساحة ليك ولأمثالك. أهلا وسهلا مستمعينا الكرام، نواصل زهرة الحياة. وهناك واحة جميلة، حديقة رائعة غناء في عين جلولة. عين جلولة أنا أنشطة كبيرة في أصداء الأطفال، أصداء المؤسسات التربوية والثقافية. معنا من عين جلولة مكالمة هاتفية في حدث في افتتاح الموسم الثقافي 2022-2023. معنا السيدة فوزية طليلي أمينة المكتبة العمومية بعين جلولة. ألو عسلامة مدام فوزية.
السلامة ومرحبا بكم الناس الكل، صباح الخير المستمعين الكل وشكرا على الاستضافة. هذا واجب وعين جلولة تبارك الله، مزيانة بحضورك، مزيانة بالأنشطة الكبيرة اللي تعملوا فيها وحنا نتابعوا فيها، وبالمناسبة تحية زميلنا سي سمير الشايب مراسلنا عين جلولة اللي غطي في كل الأنشطة ويشعرنا بكل جديد. يعطيك الصحة، احنا تابعنا أنشطتكم وكان افتتاح الموسم الثقافي 2022-2023، لو تحدثينا على التظاهر المزيانة اللي عملتوها. عايشك، مرحبا بكم الناس الكل ومرحبا بالمستمعين وشكرا على الاستضافة. بالنسبة للمكتبة العمومية عين جلولة في افتتاح الموسم الثقافي الجديد 2022-2023 وتحت إشراف المندوبية الجهوية للثقافة بالقيروان والمكتبة الجهوية، قمنا بجملة من الأنشطة في الافتتاح هذا. عملنا يوم تنشيطي، هذا صار نهار 31 أكتوبر، استدعينا فيه مجموعة تنشيطية قامت الحق بعمل جبار ويشكر يذكر فيشكر. نشطنا غديك في المكتبة وصغيرات وأولياء، حضور الحق كان غفير وكان يشجعنا على مزيد النشاط وعلى مزيد إن شاء الله الإشعاع الثقافي بعين جلولة. نعم، نحن نشوفه في التصاور توا تباعا بالتتالي، تبارك الله صغيرات فرحانين، ثم أنشطة مختلفة، ثم حضور الأولياء، ثم حضور كثيف جدا، شو محليها مك الصغيرات تو إن شاء الله تلقاو الفيديو على شان يوتيوب الحياة فام وتلقوها على لايف ستريمينغ الحياة فام بوانات، إن شاء الله تتواصل الأنشطة هذه، وإن شاء الله الموسم الثقافي اللي افتتحتوه يعني في موفى شهر أكتوبر يكون موسم فاتحة لأنشطة أخرى رائعة تؤطر أطفالنا. احنا ديجا ما هي جيت عطلة ومفتتاح الموسم الثقافي الحق عملنا برشا خلف إضافة لليوم التنشيطي اللي صار، عملنا برشا ورشات حاضرين فيها الصغار كر ديجا للتصاور مهبتينهم، عملنا برشا ورشات رسم تلوين مطالعة، احنا عندنا تو فصل الخريف وعملنا مطالعة موجهة ومطالعة حرة، هاك نحاولوا باش ندخلوا الفرحة والبهجة على صغارنا في عين جلولة بمناسبة العطلة هذه نتاع الثلاثي الأول، خاصة انه المكتبة العمومية تعتبر هي الوحيدة يعني اللي موجودة في المنطقة، بحكم انه ما عندناش ثقافه احنا هنا في جلوله، ما عندناش نوادي اطفال او حتى دار الشباب مازالت ما انطلقتش في نشاطها بعد الاصلاحات اللي صايره فيها، دونك انا نحاولوا من جهتنا معناها النقطه المضيئه في عالم الثقافه في عين جلوله هي اساسا المكتبه العموميه بعين جلوله، ما دام ما ثماش دار ثقافه، ما ثماش نوادي اطفال ودار الشباب بصدد الصيانه، عاد هذه رساله موجهه للسيد المندوب الجهوي للشؤون الثقافيه بالقيروان والى السيده وزيره الشؤون الثقافيه باش تكون عندنا دار ثقافه، تكون عندنا نوادي اطفال في عين جلوله، عين جلوله كبرت تبارك الله واتسعت معناها. ان شاء الله يصير هذا خاطر الحق الصغار هنا مستحقين باش يفرغوا النشاط اللي عندهم بالحق ويلقوا وين يمشوا وين يمشوا، فما راهم برشا صغيرات مبدعين هنا وبرشا حتى في الرياف يعني من هنا يجونا وكل احنا ديجا نشاو حتى هنا عندنا من سيدي ابراهيم من برشا مناطق سيدي ابراهيم الزهير. قل لي يا استاذه فوزيه، استاذه فوزيه تتعاملوا مع الموارد البشرية الأساتذة، شنو هو علاقتكم بالمؤسسات التربوية المحيطة بك معهد عين جلولة وإعدادية عين جلولة وابتدائية عين جلولة؟ فما بالنسبة لهنا فما الحق فما ما همش اللي ينشطوا برشا، صحيح نمشي يعني تقصد ما ينشطوش معاك من توما برشا، هما عندهم أنشطة في مؤسساتهم عندهم بطبيعة، أنا معاك من توما ما ينشطوش يعني ما يعني كزيارات للمكتبة فهمتني، أما التلامذة موجودين، التلامذة بريسك احنا ديما عندنا خاصة عندنا السبت والأحد ديما معبية، هذاك المطلوب ما شاء الله هذاك المطلوب أي اللي موجودين. أعمل يا فوزية أستاذة فوزية أعملوا شراكات مع المؤسسات التربوية المحيطة
وخرجوا أجدادكم. احنا في المطالعه في الوسط المدرسي ديما شحوا الكتب، ناقص كتب، نجموش احنا نعملوا مبادره. وهذه التوصيه صارت مع زملائك امناء المكتبات في جهه القيروان، يعني نجموش اذا كان استاذ باش يحتاج مجموعه قصصيه معينه ولا يحتاج قصص اطفال، تنجموا توفروا له. خاطر المشكل كي حكاوا لي الاساتذه قالوا لي العدد المتوفر من العناوين، مثلا ناخذ عنوان معين ما تلقاش منه 30 و40 نسخه، تلقى 3-4 نسخ. مع من هنا بالنسبه للمكتبه خاصه تو العناوين الصغيره هذيك، يعني يجيب لك انت 3 ولا 4 عنوان، ما يجيبش برشا نسخ. هذوما في المطالعه في المؤسسات التربويه ما يخدموناش. سيليس الرابحي مدير اداره المطالعه العموميه هاك نبلغوا له الرساله، نقولوا راهو ابعث لنا في عدد معقول ينجم يحقق نجاح الشراكه بين درس المطالعه في المؤسسه التربويه والمكتبه العموميه. حبيت نشكرك شكر كبير. يعني شكرا مرحبا بكم، وبالحق احنا في حاجه هكا للتعريف بالمؤسسه وبنشاطها، وماذا بينا الاولياء صحيح وما يجونا راهم ويجيبوا صغيراتهم وبرشا اللي ينشطوا حتى معانا ويبقوا يدخلوا مع صغارهم وكل شيء. احنا نمشي يا استاذه فوزيه بالنسبه للاولياء تحفيزا لهم، احنا نغطوا كل الانشطه. كل ما عندك جديد سواء عبر مراسلنا الصديق سمير الشايب او مباشره في التواصل معنا في اسره هذا البرنامج تتواصل معنا، وحنا نغطوا كل نشاط. واذا كان ممكن يعني الاولياء وقت يكونوا حذاك بالمناسبه ما تخدم انتم لحد الصباح ولا اذا كان ثم اولياء ناشطين ونحب يبلغوا صوتهم ونحب نثمنوا حضورهم ودورهم، لونتين نتاع الحياه فاهم على 90.3 مفتوح لكم من اجل تشجيع هذه المبادرات الرائعه من اجل الحياه. شكرا جزيلا. كانت معنا الاستاذه فوزيه طليلي المكتبه العموميه عين جلوله في تلخيص تظاهرة رائعة تبعناها، شفنا تفاصيلها، حدثتنا عليها اليوم. مستمعين الكرام ابقوا معنا. الحياة فم زهرة الحياة، وثم حديقة غناء في مدينة حفوز تؤسسها الأزهار الطفولية بإشراف المكتبة العمومية بحفوز. معنا الأستاذ بسام البحروني أمين المكتبة العمومية بحفوز في تظاهرة في المدرسة الابتدائية خيط الواد 2، بعيدة شوية على قرية خيط الواد، المدرسة هذه في عمق جبل، كان ثم نشاط مزيان برشا. سي بسام ألو. السلامة. أهلا بك أستاذ بسام. السلام أستاذ لباس. شحوالك يا سيدي؟ عايشك يا رحم والديك. يعطيك الصحة يا سي بسام، فاك النشاط الحلو المزيان اللي عملته في مدرسة خيط الواد 2، لو تحدثنا عليه. لا أول حاجة ما عنديش مزية على الصغيرات. يعطيك الصحة. هو نشاط افتتاح بمناسبة افتتاح الموسم الثقافي 2022-2023. أي نعم. حبينا نخرج شوي على من أسوار المكتبة. أي. وبالتحديد الارياف نتاع حفوز، حبينا نفرحوك الصغيرات. اهي. عملنا نشاط مزيان برشا، متشكر ياسر مدير المدرسه سي صلاح. يعطيه الصحه. وان شاء الله ما انت بقيت المدارس الاخرين ان شاء الله بحول الله. انا راه سي بسام راف تصاور توا الصور اللي هبطها انت على الحساب نتاعك وعلى حساب المكتبة العمومية بحفوز، حركية كبيرة واحتفالية رائعة جدا، مزيانة برشا مشاركة كثيفة للأطفال. ونشوف يعني الأولياء إن شاء الله بسام تابعونا على لايف ستريمينج الحياة فام .net ولا على شان يوتيوب الحياة فام، باش يهبط الفيديو نتاع المحاورة نتاعنا هذه، نشوف في خدمة مزيانة ونشوف فرحة نقرا فيها في عيون الأطفال. أكيد الصغيرات يفتقروا للأنشطة الثقافية هذه، ما عندهمش متنفس في الأرياف. في عوض تبقى العادة والسنة كونهم يجون المكتبة اليوم ولات هي تخرج ولات هي نخرجوا لهم احنا على المكان ونفرحهم ونشاركوهم في الأنشطة نتاعهم. يعطيك الصحة. قل لي شراكة مع المؤسسات التربوية مع سواء في المدينة ولا في أرياف حفوز، يعني شنو ثم يعني أواصر تواصل بينك كمكتبة عمومية وبين المؤسسات التربوية بشكل هذا؟ أكيد ثم مؤسسات الخاصة ومؤسسات العمومية، معناتها ثم اتفاقية شراكة نقوموا بها. أي.
كيلك سوا معناتها في وسط المدينه ولا خارج المدينه معناها. وبعد خيط الواد توا نعرفها انا مدرسه خيط الواد اثنين هي بعيده شويه معناها الداخل معناها نظن ثم 4 5 كيلومتر يعني في ال... اي قبل خيط الواد اثنين عملنا في, في, في الزمله مدرسه الزمله. الزمله اي اي اي, أي. مدرسة الزملة عملت نشاط مدرسة الزملة وقبل مدرسة الزملة عملنا النشاط في السوالمية في السوالمية اي اي في عين غراب ممتاز جدا. قل لي شنو هي الفقرات اللي اثرت النشاط هذه؟ والله عملنا احنا كورال عمي توتو اي كورال عندك تابعك هذا؟ لا لا تخلصوا المندوبية من المكتب الجهوية بالقيروان ابن رشيد. والكورال هذا تابع شكون؟ وخاص معنا خاصة. احنا جبناه فهمتك اي واضح اي خاص احنا جبناه باش نفرحوك الصغيرات اي اي, أي. عملنا ورشات مطالع عملنا ورشات رسم بارك الله اي. المؤطرين أي. المؤطرين كانوا متطوعين ولا من اطار المكتبة العمومية؟ من اطار المكتبة العمومية ومن المدرسة متشكرين معناتها المعلمين والمدير نتاع المدرسة يعطيهم الصحة يعطيهم المكان وحضروا لنا معناتها كل شيء اللوازم الناقصة اي بارك الله فيهم. تحية تحية ليك يا أستاذ بسام الأستاذ بسام البحروني أمين المكتبة العمومية بحفوز. خدمة كبيرة نشاط مزيان برشا أدخل الفرحة على الصغيرات خرج لهم في عمق الأرياف في محيط مدينة حفوز وأحدث لحظة الفرح ولحظة الجمال بهالأنشطة المتميزة هذه. سي بسام احنا مش نبقاو بتواصل مع بعضنا معنا سي عبد الحميد السلمي مراسلنا في مدينة حفوز ينجم يكون همسة الوصل معنا وتنجم تتواصل معنا وتتعز تواصل معنا مباشرة باش نغطوا الأنشطة المزيانة هذه. وإذا كان تعلمنا قبل بوقت وتكون عندك ايفينمون مزيانة إمكانية التنقل على عين المكان وتغطية الحدث. شكرا جزيلا سي بسام ربي فضلك يعطيك الصحة على التواصل معنا اليوم. هذا هو نبض المكتبات العمومية هذا هو نبض الحياة هذوما شبابنا اللي يديروا المكتبات العمومية ويديروا المؤسسات التربوية ويأطروا الصغيرات. تحية كبيرة 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 لكل أطفالنا ولكل المربين وكل الأولياء والساهرين على حظوظ العمل الثقافي والعمل التربوي. مستمعينا الكرام لله ما أحلى الطفولة مزينها الطفولة بالنابضة حياة ومن لم يعانقه شوق الحياة تبخر في حرها واندثر.